عجبتني كثير خبرة وتماسك لاعبي فريق نادي الوحدة. ظروف صعبة والله صعبة الظروف. صلوا على النبي صلوا على النبي يلا يا النبي محمود الله النبي الإمارات النبي معك تبدل أماني ممثل الإمارات ابن الإمارات البار سجلها على الفريق العاصي أمام النهر العاصي طوعناه يعني طوعناه العاصي والله طوعناه والجول يبناه والتقدم لأصحاب السعادة لرجال الوحدة للعنابي وصلوا على النبي صلوا على النبي ضربة البداية للشوط الثاني تحياتي محدثكم فارس عوض وصفرة حكم اللقاء الشوط الثاني سنشاهد إن كانت هناك تغييرات أو تبديلات حتى الآن الأسماء هي الأسماء بالنسبة لفريق الوحدة بينما الفريق الهندي أجرى تغييرين أثناء شوط المباراة الأول بدخول دان إيتو مكان اللاعب 12 وهنا الكرة السريعة عن طريق فهد مسعود فيها كرة عرضية وبداية مبكرة الله يا محمود الله يا آسيوي كبار آسيا ينتظرون الكبير الآسيوي والعنابي يبدأ بقوة من بقلاوة حمص إلى الأكل الهندي محمود خميس هو العنوان واحد من رجال هذه المباراة من ظهير إلى ظهير والكرة في ظهر حارس المرمى واثنين واحد يتقدم فريق الوحدة شوف فهد مسعود شوف البداية ما أحلاها من بداية هكذا كان من المفترض أن يبدأ شوط حسني إلى محمود محمود خميس ظهير على ظهير تقدم محمود وسدد والكرة بتعدي إلى خارج الملعب ضربة مرمى ضربة مرمى عدت وأصبحت ضربة مرمى لكن لعبة الكرة الآن اللهم وفق الفريقين بالتعادل كرة ملعوبة لمحمود للعنابي أمام المرمى بتمر بتعدي ما زالت ما زالت الهجمة فيها حياة وما زال العنابي يحاول والكرة بتلم المباراة حكم المباراة يشير لسبيت على التهدئة كرة مرت من أمام سمعة معلومة للتاريخ بحثت عنها ودونتها وأريد أن أهديها لإسماعيل فإسماعيل أحسن العنابي استغلالها الكرة بتلعب لمحمود سيطر عليها السلام يا كنترول ومن ثم العرقلة والخطأ ضد سالم مسعود في اللقطة الماضية خطأ ضد سالم مسعود براقة يحتج على فكرة براقة لما جانا الإمارات كان وزنه أكثر من هالوزن لكن الآن استرجع رشد مباشرة الوحدة سجل الثالث هنا اعتقد ان الامور يعني كانت فيها نقطة تحول كبيرة في هذه المباراة كرة لإسماعيل مطر إسماعيل بيلعبها حلوة خطرة خطرة محمود محمود والعنابي محمود ماذا تفعل الوحدة ماذا تفعلون يا أصحاب السعادة يا متعة ما بعدها متعة يا طرب ما بعدها طرب يا رقصة ما بعدها رقصة فان شوف الجول شوف الجول كيف محمود يساري يا سلام يا عنابي أربعة صدق أو لا تصدق أربعة استمتع واستمتع أربعة الوحدة إبداع ما بعده إبداع شو اللي عمله الوحدة 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 يخوف الوحدة يخوف الوحدة يخوف الوحدة مرعب الوحدة أداء بنتيجة بهذا الأداء يعني الوحدة لما يقدم أداء عادي وهو متقدم ما عنده مشكلة 2-0 ما عنده مشكلة لكن أنت خسران وبهدفين مقابل لا شيء وتقدم هذا الأداء شك الله 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 يا العنابي يجهز على المباراة محمود اكتشاف الموسم وكل سنة هدية من أصحاب السعادة بتقديم نجم والنجم هو محمود محمود يسجل الثالث ومن أجل عيون العنابي العنابي يتقدم بالثالث والعنابي يجهز على المباراة 3-0 ويا السلام هذا وهم لم يبذلوا مجهود يأتي الثالث من محمود 3-0 لأصحاب السعادة في
شوط أول لم يرتقي للمستوى المطلوب، ولكن مع كعب سمعة، مع لمسة سمعة، كل شيء ممكن أن يحدث. وتقدم النابي بالهدف الثالث عن طريق محمود، وإن استمر الأداء بهذه الطريقة، أتحدث عن الأداء الشرجاوي، فبعد هدف محمود قد تأتي أهداف بلا حدود. قبل الديربي يعني معناته أن الكلام كان يتحدث عن الديربي والكلاسيكو الكبير، لكن وعدنا وعد الحردين والكرة ملعوبة، محمود بعمر والكرة من خلال فلنتي النابي، ركلة جزاء النابية لمحمود. شايف دور الظهيرين، شايف دور فهد مسعود ومحمود خميس، الأطراف العنابية تحركت فخلخلت الدفاع الوصلاوي، ركلة جزاء للوحدة الأكثر رغبة بالتسجيل. الوحدة واضحة نواياه، واضح نواياه مع بداية شوط المباراة الثاني. عشاد بن قبي يلعبها، عنابية برازيلية جميلة جدا لعبد الرحيم. هذه خطرة الوحدة، خطرة أمام المرمى، محمود لازال يحتفظ بالكرة، محمود هي عالية، هي عرضية، خطرة أمام المرمى، شالها مايد ناصر في اللقطة الماضية. مثيرة المباراة من خلال 35 دقيقة، ممتعة المباراة من خلال 35 دقيقة. بنقب ينقلها بشكل ممتاز على الطرف الايسر لمحمود المتسبب بركله جزاء. محمود بيتقدم، محمود بيتوغل، بيجرب وبيشوت، يا سلام لعيب يا محمود، تسديده محموده يا محمود، وتصرف رائع من مايد ناصر اللي خلص الكره الماضيه في الفورمه. مايد حتى الان كبيره، محمود يا سلام يا سلام، سقوط وخطا، ما شاء الله عليك. قدم الوحدة قبل سنتين كلاعب احتياطي جاهز، اليوم يقدم كلاعب أساسي. هنا ميزة الوحدة عن بقية الأندية. الوحدة كنا نقول وكنا نتكلم إن الوحدة كل سنة يعطينا نجم. غاد الكرة وعاد البطء مجددا، بنقا ممتاز، الكرة بتعدي هذه لمحمود خميس في مكان سليم، تقدم محمود، توغل محمود، سقط محمود، بلنتي لمحمود، بلنتي لمحمود. جزاء للشارجة أمام النصر، ركلتين جزاء للشارجة وركلة للنصر. المباراة الأخيرة ركلة جزاء أيضا مع عجمان. مباراة العربي ركلتين جزاء للشارجة، شو سالفة الشارجة وركلات الجزاء إن كانت له أم عليه؟ الوحدة هذه وقد يكون هدف الوحدة من خلال هذه الركلة. بينجا بينجا تقدم، لعبها حتى الله يتقدم الوحدة أول الماضية. شوف العرضية من محمود خميس، عرضية بشكل ممتاز، وبالتالي التدخل وأبعاد الكرة من عبد الباسط محمد. الآن الضغط الوعداوي، هل يكون حاضر؟ فهد مسعود تقدم، انطلق فهد، ما زال يحتفظ بكرته لبنقا، ملعوبة أمامية خطيرة ناحية محمود خميس، عرضية ممكن تكون حاضرة في هذه الكرة. محمود مر محمود خميس، ممكن، يا سلام، الله، عرضية بشكل ممتاز. شوف المشهد هذا تكرر أكثر من مرة، ولكن هذه المرة تكرر وكان في جول. محمود خميس عرضية والمتابعة من بنقا، وبالتالي هدف ثاني للوحدة. الوحدة يسجل هدف ثاني، وبالتالي يتقدم على الظفرة بعد عدة محاولات وحدوية شاهدناها.